داعش أم المؤمنين، جينا اليوم من الوقاية المدنية باش نشوفوا نتعلموا كيفاش نعاونوا الناس إذا تخنقوا ولا شي حاجة في الدار، ولا واش شنو المعدات اللي كيكونوا في سيارة الإسعاف، وحتى في البحر إذا غرق شي واحد ولا شي حاجة بحال هكذا. ومهم شنا بزاف الحاجات عجبونا هنايا، استفدنا بزاف الحاجات. تقدر تكون في الدار تينا وخوتك وتقع شي حاجة ما تعرفش شنو تعمل، المهم علمونا بزاف الحاجات، إسعافات الأولية وديك الشيء. المهم استفدنا، كنا في حد دابا الا كان الدم اي حاجه كانت حداك تاول شي حاجه تلوالو على يدو، واخا تعمر ما تزولالوش، زيد فوق منها حاجه اخرى باش ما كيزيدش اخر يزيد الدم اخر، فهمتي؟ اخر كتكون ثقيل. سميتي خولة، انا مفتخره بابا لان هو بطل ديالي، حيت خدام في هذا الميدان وكينقذ الناس. وانا شفت اليوم في هذا اليوم العالمي للوقايه المدنيه بزاف ديال الحوايج زوينين، كيعطيو كاين بزاف ديال لي فورماسيون، الناس كيعطيو بزاف ديال المعلومات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.